وقد تقدم عندنا في الحلقة الماضية أن أهل السنة والجماعة ينزهون الله تبارك وتعالى عن الجهة والمكان، ينزهون الله سبحانه وبحمده عن الجهة والمكان. وتقدم عندنا أيضا أن من أهل السنة جماعة قالوا بكفر المجسمة وبكفر المشبهة. فإذا إخوة الكرام، أهل السنة براء حالهم كحال جماهير المسلمين، بل الأمة كافة إلا شواذ المجسمة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن معاني البشر، كما قال قال الطحاوي في عقيدته، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وبعد أن استعرضنا تنزيه أهل السنة والجماعة من خلال مصادرهم المعتبرة والمعتمدة لرب البرية عن الجهة والمكان تكذيبا لما يدعيه مزم الفقير ومن لف لفه وسلك مسلكه كدمشقية وسالم الطويل وغيرهم، من أن الله سبحانه وتعالى يتحيز في جهة، وأن هذه عقيدة أهل السنة، وأن الجهمية والمبتدعة قالوا بخلافها. إذا كانت الأمة كلها مبتدعة وجهمية وضلال، فمن بقي؟ الواقع أنهم هم أنفسهم هؤلاء، هذه النحلة الخاسرة تعترف بأن مشربها يهودي ونصراني، بل منهم من اعترف بأن مشربها فرعوني، أن سابقهم في هذه العقيدة، عقيدة تحيز الله واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يمكن أو تجويز أن يكون الله سبحانه في جهة، هذه عقيدة فرعون، وهم يفخرون بها لا يذكرونها على جهة الإنكار أو التنصل والتبرؤ، كلا، يعني يذكرون موافقتهم لليهود وموافقتهم للنصارى على أنها مفخرا مفاخر عقيدتهم. فأنت ترى أن ابن تيمية مثلا يقول بأن التوراة مملوءة بصفات الله الموافقة لما في القرآن، يقول في كتابه مجموع الفتاوي المجلد المحتوي على الجزئين الخامس والسادس، يقول: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. يعني ابن تيمية يقول لك: لا بأس بأن تحتج في صفات الله سبحانه وتعالى بالتوراة، ويفخر بمشابهة اليهود والنصارى. فيقول في نفس المجلد صفحة 29، وقد تقدم عندنا هذا في حلقة سبقت، قال: وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش. أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين. إذن ابن حجر العسقلاني والنووي والقاضي عياض والقرطبي والطبري، هؤلاء ليسوا من المسلمين، وهم قامات وحفاظ وأئمة أهل السنة وأهل علوم القرآن والسنة. هؤلاء ليسوا من المسلمين لأنهم لم يقولوا بذلك، بل تقدم عندنا أن الحافظ ابن حجر يقول بأن وصف الله بالاستقرار على العرش هو قول الجسمية، كذا قال في الفتح. ابن تيمية هنا يتفاخر بأنه وافق أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش، بينما هو نفسه يقول في كتاب الأسماء والصفات المجلد الثاني، يقول في الصفحة العاشرة، يقول: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم
أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. أو الآن يذم اليهود والنصارى ويصفهم بالضلال والمنحرفين، ويعني يعطفهم على المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين، ثم هو في موضع آخر يفخر بموافقتهم. فإذا اليهود والنصارى والهنود واليونان والفلاسفة والمجوس الذين تفتخر بالنسبة إليهم لا ينبغي أن تذم موافقهم على هذا، وإلا ذممت نفسك. وقلت بأن منهم من يفخر بأن فرعون سلف، أن فرعون سلف له في هذه العقيدة، عقيدة اعتقاد أن الله فوق في جهة من هذا العالم. ومن قال بذلك عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وهذا أحد الكتب التي تعتبر من المفاخر، من مفاخر كتب العقيدة والتوحيد والصفات التي كان يحض عليها ابن تيمية طلابه، كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى. الدارمي يقول في كتابه الرد على الجهمية صفحة 16، يقول: حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء. فرعون اعتقد أن الله فوق السماء، وهذه يعني هم لا يفتخرون باليهود والنصارى وأهل الأديان المنحرفة، بل أيضا يفتخرون بموافقة فرعون، أن فرعون قال بأن الله فوق وهم يوافقونه بذلك. فبالله عليكم، من ذا العاقل الذي يعني ألهمه الله رشده يفخر بموافقة اليهود والنصارى والمجوس وأهل المنحرفة وفرعون ويفخر بذلك على المسلمين ويقول نحن وافقنا هؤلاء؟ أي عاقل؟ هذه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتابكم ينطق عليكم. فإذا عقائدكم منتحلة ومأخوذة من فرعون ومن اليهود والنصارى وأهل الملل المنحرفة، كما هي كتبكم تنطق عليكم وتشهد عليكم أقلامكم يا مزمل الفقيري.